تزامنا مع انطلاق حملات الحج إلى بيت الله الحرام، عملت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل عبورهم إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذي جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي. وقد عملت العديد من الإدارات المعنية بوزارات الداخلية على توزيع المطويات والكتيبات التي تحوي عددا من النصائح المقدمة إلى حجاج بيت الله الحرام قبل وأثناء تأديتهم لفريضة الركن الأكبر. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار حرص مملكة البحرين على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، اتخذت وزارة الداخلية من خلال الإدارات المعنية سلسلة من الإجراءات التي تضمن حجا آمنا وعودة سالمة للحجاج إلى أرض الوطن. أن تعرف الإدارة العامة للدفاع المدني عن خالص تمنيات الحجاج بيت الله الحرام أنهم يقومون بحج مبرور إن شاء الله وسعير مشكور، وندعوهم من خلال حملاتنا اليوم أنهم يطلعون على الكتيبات الإرشادات اللي قمنا اليوم بتوزيعها على الحجاج، وإحنا حريصين يعني أن إحنا نكون متواجدين من خلال يعني من أجل توعيتهم والحفاظ على سلامتهم، ونتمنى أنهم يتنقلون بين المشاعر المقدسة بأمن وسلام. في الوقت ذاته قامت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتسهيل إجراءات الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي. وفرنا الكبائن اللازمة، قمنا على زيادتها حسب الجنسيات، فإذا كانت فعالية دينية فمعظمهم راح يكونون من مواطنين أو من مجلس التعاون، فطبعا نوفر زي الكبائن حسب الحاجة. قمنا بتوفير أعداد إضافية من الموظفين من خلال الاستعانة بالموظفين اللي هم في إجازة الأسبوعية، وكذلك قمنا بتوفير بعض المرشدين لإرشاد المسافرين إلى الكبائن التي يجب أن يذهبوا إليها، وذلك لسرعة إنهاء إجراءاتهم. ما شاء الله وزارة الداخلية من أول ما دخلنا باب المطار الترتيبات من أحسن ما يكون، الله يوفقهم إن شاء الله. الحجاج ما شاء الله بكثرة اليوم، لكن ترتيبات وتسهيلات مالت إدارة المطار كذلك مرتبين من أحسن ما يكون، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الازدحار إن شاء الله والنجاح. وضمن هذه المنظومة من الشراكة يتم التواصل مع مسؤولي حملات الحج. هناك زيارات بدائية تقوم بها اللجنة للاطلاع على الحملات ومبانيها، وأيضا تقوم اللجنة الأمنية بتزويد كحملات بالمطبوعات والملصقات الخاصة لتوعية الحجاج في كيفية التصرف في أمور في حالة حدوث أي طارئ أو حادث لا قدر الله، وأيضا بالنسبة للاحتياطات الواجب القيام بها سواء من دورنا كحملات احنا أو اللي يقومون بها الحجاج بشكل فردي، وهذا جهد مبارك تشكر عليه وزارة الداخلية. والله ما شاء الله واضح الجهود، رجال وزارة الداخلية منتشرين في كل مكان، جهودهم واضحة جدا ما شاء الله، التوعية دورهم وايد واضح فيها، المنشورات الليفلتس اللي قاعدين يوزعونها، المعلومات اللي قاعدين يعطونها للحجاج وايد واضحة وايد مباشرة، فجهود يشكرون عليها الصراحة. جهود جبارة تبذلها وزارة الداخلية سنويا من أجل أمن وسلامة الحجاج ذهابا وعودة، جعله الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا.